بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اشرح حق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد. حلقه اليوم ان شاء الله هتحمل عنوان الحجامه وامراض العظام. وينقسم هذا العنوان الى جزئين مهمين جدا. الحجامه ده موال لوحده وموضوع لوحده نقدر نتحدث فيه حلقات وحلقات وحلقات. وأمراض العظام عنوان لوحده يحتاج أيضا إلى حلقات وحلقات وحلقات. فهيكون من الصعوبة، أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل كل عسير يسير وسهلا يا رب إن شاء الله، هيبقى من الصعوبة أن احنا نجمع شتات الحجامة وأمراض العظام في حلقة أو حلقتين، ولكن الله المستعان، أسأل سبحانه وتعالى التيسير. لو تحدثنا عن الحجامة مبدئيا قبل ما ندخل في أمراض العظام وقبل ما نربط العلاقة ما بينهم هما الاثنين، لابد أن تعي تمام الوعي أني أتحدث عن ما يسمى بالحجامة الطبية وليست الحجامة العشوائية. دي نقطة مهمة جدا، لأن كتير جدا من حضراتكم أول ما هيسمع العنوان هيقول أنا عملت حجامة وما جابتش نتيجة، ده أنا عملت حجامة عند الشيخ فلاني وما جابتش نتيجة، أنا عملت حجامة عند الممارس فلاني وما جابتش نتيجة، عملت حجامة عذرا عملت حجامة عند الخبير فلاني وما جابتش نتيجة. مفيش حد يقول عملت حجامة عند الدكتور فلان وما جابتش نتيجة. واحد هيقول لي أنا عملت حجامة عند الدكتور أسامة حجازي وما جابتش نتيجة، مش هقول لك لأ، حالات كتير عملت حجامة وما جابتش نتيجة، وكان السبب حضرتك مش الطب ولا الحجامة ولا الدكتور، لأن أنت ما كملتش. وأنا لا أخجل إن أنا أقول الكلام ده، حالات كتير تيجي مرة وما تكملش يقولك ما جبتش نتيجة، حالات كتير تيجي مرتين وما يكملش يقولك ما جبتش النتيجة، رغم إن في أول جلسة وإن اللي إحنا بنسميها الكونسلتنت سيت أو الجلسة الاستشارية ما بيني وما بين المريض بتاعي بأطلعه حرفيا على الخطة الطبية العلاجية، كم مرة والمدة قد إيه وهنعمل إيه من أوله إلى آخره. ثم أنهي حديثي مع مريض العزيز بكلمة مهمة جدا جدا، ابتغاء وجه الله عز وجل. لو مش هتكمل ما تبدأش، لو حضرتك مش هتكمل الكلام اللي أنا قلته ما تبدأش. ومفيش طبيب هيقول لك كده، هيقول لك أنا مالي هو حر هو ما كملش، لا أنا بقولها وزي ما بقول تاني، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأسأل سبحانه وتعالى أن تكون كذلك بعيدا عن نفاق أو رياء. لو مش هتكمل اللي أنا ذكرته لحضرتك ما تبدأش. يقول لي أصل الظروف، أصل المسافة، أصل حصل ظرف، حصلت معرفش إيه الماديات إلى آخره، بقول له الطب أصم، الطب أصم. الطب لا يسمع، ولكنه أبحاث ودراسات أجريت في وقت كبير مش قليل، اتصرف عليها ملايين الدولارات مش مئات، وخرجنا في النهاية أو في الآخر بنتيجة معينة، دي اللي احنا بنمشي عليها. وبالتالي الطب أصم، لا يسمح بظروف ولا هيسمع منك عذر ولا هيسمع منك شكوى أو تقصير، لأن علشان أجيب النتيجة اللي أنا وصلت بيها مع الدراسات والأبحاث لازم ألتزم بما يقال في الخطة الطبية العلاجية. الحجامة حين تجرى تحت مظلة طبية على يد طبيب متخصص بتكون النتيجة رائعة، وذكرت كثيرا لحضراتكم أن هناك نتائج أذهلت الأطباء بمعنى الكلمة. ونرجع تاني مع بعض الحلقات كنا عملناها من قبل، الحجامة إنجاز وإعجاز، إنجاز قبل إعجاز، لأن هي إعجاز ليس هناك شك في ذلك، أما الإنجاز فهي فعلا في حالات فعلا بمعنى الكلمة أبهرت الأطباء بالنتيجة بتاعتها، ومش حالة ولا اتنين ولا عشرة يعني نقول صدفة، لا دي حالات مسجلة وموجودة
ومعتمدة بنتائج أذهلت الأطباء بمعنى الكلمة الغربيين قبل العرب، الغربيين قبل المسلمين. فالحجامة إن أجريت على يد طبيب متخصص يدري ما يفعل ويعلم كيف تعمل الحجامة وكيف تكون المانوفرز أو الأدوات اللي احنا بنستخدمها، هتجيب نتائج رائعة جدا. دي الحجامة. أمراض العظام كثيرة جدا، وده يعني تخصص واسع جدا 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 بمعنى الكلمة. هناك أمراض وجراحة العظام، فإن أنا أجمل أو أختصر أمراض العظام هيكون ظلم لأمراض العظام وظلم لحضرتك، ولكن هنحاول على قدر الإمكان إن إحنا ناخد أو ننتقي المشهور والمعروف ما بيننا من أمراض العظام المنتشرة. ليه اخترت العنوان ده وليه هبتدي أتكلم عن الحجامة وأمراض العظام؟ تجار البشر حبايبنا اللي هم بيتاجروا بحضراتكم واللي هم بيعملوا منتجات غريبة جدا، وهم ليس لهم علاقة بالطب ولا بالأطباء لا من قريب ولا من بعيد، أول يعني قبل بداية الشتاء تبتدي الشاشات تتغرق كريمات ومراهم وكورسات، وده اللي بيحصل، ويتحدث وكأن أمراض العظام الحل الوحيد ليها هو الكريم الفلاني أو المرهم الفلاني أو الكورس العلاني، ويجيب مداخلات ويجيب حالات ويجيب ناس بسطاء جدا 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 ويبتدي يحكوا تجاربهم، وكل هذا كذب وتدليس على حضراتكم. إن كان الأمر بهذه السهولة ما كانش بقى في حاجة اسمها أمراض العظام، ما كانش في حاجة اسمها جراحة العظام، ما كانش في حاجة اسمها مستشفيات كاملة قائمة على أمراض العظام. ولكن زي ما بنقول تجار البشر بيتاجر بألم حضرتك، فقبل الشتاء لأن أمراض العظام بتشتد شوية في الشتاء نتيجة درجة الحرارة وتيبس الفقرات وتيبس العضلات وشد العضلات إلى آخره، فتبتدي تزيد الشكوى من آلام العظام في بداية الشتاء، وبالتالي يبتدوا هم يجهزوا نفسهم بقى ويجهزوا حملاتهم الإعلانية ويجهزوا برامجهم المدفوعة الثمن والقنوات القائمة كما ذكرت من أولها إلى آخرها على هذه الإعلانات المضللة وهذه المنتجات الوهمية التي لا تمت بصلة إلى الطب لا من قريب ولا من بعيد. أشهر شيء في أمراض العظام واللي احنا كلنا ممكن نتعرض ليه وممكن يعني من الصغير إلى الكبير هي آلام أسفل الظهر بدون الدخول في تحديد السبب. ممكن حضرتك فجأة كده تصحى من النوم أسفل الظهر عندك تعبك جدا ومش قادر إن أنت تفرد طولك، تبتدي تتحرك شوية يبتدي الألم يروح قليلا وتبتدي تقدر تتحرك. كتير جدا 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 بتحدث المشكلة الطبية البسيطة ديت، ومش عايز أقول لحضرتك معظم كلنا تقريبا ممكن إحنا نحس بيها نتيجة العناء، نتيجة الإجهاد، نتيجة العضلات، نتيجة التوطية الغلط، نتيجة شيل شيء ثقيل، أو نتيجة أن هناك مشكلة في الفقرات القطنية أو مشكلة في الأعصاب الخارجة من العمود الفقري، وبالتالي بتبقى مشكلة تحتاج إلى تشخيص صح وتحديد لنوعية العلاج اللي إحنا هنتبعه. طبعا احترامي الكامل وتقديري الكامل لزملائنا في أمراض العظام وفي جراحة العظام، ولكن كتير جدا من حضراتكم بيشتكي شكوى مشهورة قوي ان معظم شغل الجماعة بتوع العظام بيبقى عبارة عن مسكنات. هو ما بيخترعش، ما بيجربش معاك، ما بيجربش فيك، ولكن ده البروتوكول اللي موجود في علاج الحالة دي. بنمشي بالمسكنات ديت ثم نشوف ايه الاخبار ثم نعمل اشعه رنين مغناطيسي الى اخره مقطعيه الى اخره علشان نقدر نوصل مع بعض للسبب الرئيسي. نظره الطب البديل واحدى الياته الحجامه بتكون مختلفه بعض الشيء عن نظره الويستر ميديسن او الطب الغربي. وكما ذكرت من قبل لحضراتكم أن الالترنف ميديسن أو الطب البديل وكثير لا يعترف به، وإحنا ما بنتحدث في نقطة أن حضرتك تعترف أو ما تعترفش أو حضرتك تقول أو لأ، ولكنها عالميا دراسات وأبحاث موجودة وبرانش من فرع من فروع الطب موجود ومحقق نتائج رائعة جدا جدا في مقابل الويستر ميديسن، وعملنا من قبل مقارنة ما بين الطب الغربي والطب البديل
وشفنا ازاي ان فعلا ممكن لو انسد الباب في الطب الغربي يفتح باب رحمة من الله سبحانه وتعالى عن طريق الالترناتيف ميديسين بآلياته المختلفة، الطب البديل بآلياته المختلفة، سواء الكابينج او الهيموباثي او الليزر، الحجامة او الليزر او الابر الصينية او التشياتسو الى اخره من الآليات المختلفة التي لا مجال لذكرها الان. نظرة الطب البديل لألام أسفل الظهر بتبقى مختلفة شوية. وأنا هبدأ مع حضرتك بحاجة اللي أنا لسه كنا بنتكلم فيها، إن إحنا كلنا ممكن نتعرض ليها ونلف في دايرة مغلقة كده، إن ألام أسفل الظهر دي وابتدت تزيد ومبتدتش تستجيب للعلاج. وهوري حضرتك بقى إزاي الطب البديل نظر نظرة أخرى لهذه المشكلة وتعامل معها بطريقة مختلفة شوية عن الطب الغربي، عن المسكنات والكريمات الموضعية إلى آخره، وبعيدا طبعا عن التدخل الجراحي، ليس تقليلا من شأنه، ولكن يعني محاولة مننا أن احنا نخلي آخر شيء هو التدخل الجراحي لا قدر الله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية. خلينا نسمع أو نشاهد نسمع ونشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة، وركز معايا في المداخلة دي، لأن الحالة دي يعني هو عامل بسيط جدا، ما هوش حمل إن هو يعمل عملية جراحية، وما هوش حمل إن هو يدخل في تكلفة مادية عالية، ولكن مشكلته كانت آلام أسفل الظهر بصورة صعبة جدا وقد تقعده عن العمل. خلينا مع بعض نشاهد هذه المداخلة من حلقة سابقة ونرجع مع بعض تاني نحللها من الناحية الطبية. أنا كنت كان ضهري وجعني، كنت بشيل حاجات كتيرة وأنا صغير وكده. فكنت مع حضرتك في العيادة، عيادة فيصل، كنت ضهري وجعني، كنت بشيل حاجات تقيلة كتيرة جدا. فرحت لدكاترة كتير جدا جدا، يعني فوق 15 دكتور. يعني الدكتور قال لي عملية، ودكتور يعني دخلني في مقاطعات كتيرة. المهم رحت لحضرتك. الحمد لله يعني الحجامة وحاجات كتيرة يعني أثرت معايا. الحمد لله ظهري دلوقتي تمام بخير ومية مية، ظهري يعني شيل علي أي حاجة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وكل حاجة تمام الحمد لله. رمضان يعني الحمد لله. ألم الظهر اللي كنت بتشتكي منها مع الحجامة انتهت الحمد لله؟ لا الحمد لله تمام، كله بخير تمام الحمد لله. الحمد لله. عملنا كم مرة حجامة يا رمضان؟ عملنا 3 مرات حجامة ومرة تنشيطية. ما شاء الله ما شاء الله، ده احنا خلصنا خالص يعني. يعني في مرة ثانية تنشيطية ان شاء الله بمشيئة الله عز وجل. حاسس بفرق كتير يا رمضان؟ الحمد لله. لا فرق شاسع الحمد لله، بخير الحمد لله. ورحنا لدكاترة كتير قبل ما تجيلي رمضان؟ لا رحنا لأكثر من 15 دكتور او 20 دكتور الحمد لله يعني. وما كانش بنلاقي النتيجة اللي احنا عايزينها؟ لا ما فيش النتيجة دي خالص، ما فيش. طيب في آثار جانبية للحجامة يا رمضان حسيت فيها بأي آثار جانبية؟ لا ما فيش أي آثار جانبية خالص الحجامة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا متشكر جدا لمداخلة حضرتك الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خيرا وأن يتم نعمته عليك وعلي وعلى المسلمين أجمعين. شكرا جزيلا رمضان. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية وبرنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد، وحلقة بعنوان الحجامة وأمراض العظام، وهذه المداخلة الكريمة من رمضان. رمضان عامل بسيط جدا، وبقول الكلمة دي علشان تعرف ان عمود حياته هو ظهره، لان بيشيل حاجات تقيلة. هو نفسه بيقول كنت بشيل حاجات تقيلة وانا صغير، يعني مع احترامي الكامل له فوعلي من الصغر. سأل سبحانه وتعالى ان يغنيه ويعطيه، يعني من هو صغير بيشتغل، من هو صغير بيشيل حاجات تقيلة، وابتدى ظهره يوجعه. راح له دكتور؟ لا. راح لاثنين؟ لا، راح فوق 20 دكتور، راح لأكتر من 20 دكتور. ما هو ده راس ماله، يعني هو ده عمود حياته زي ما بنقول، يعني هو ده رأس مالي. فابتدى يشوف موضوع ألم الظهر، مش قادر يشيله، مش قادر يشتغل، راح لأكتر من 20 دكتور. في دكتور منهم دخله في عملية، قال له هنعمل عملية، وهو زي ما قلت لحضراتكم قبل المداخلة ما هوش حمل التكلفة العملية. ودكتور تاني دخله في متاهات كتيرة، طبعا لا تقليلا من الزملاء الافاضل، ولا تقليلا من شانهم، ولا تقليلا من تشخيصهم، ولكن تختلف النظره في الطب البديل عن الطب الغربي. انا شفت الحاله، ابتدينا ان احنا نشخصها تشخيص تاني غير التشخيص الغربي.
مش عايزين تدخل جراحي، وبالتالي ابتدينا ان احنا نعمل حجامه. والحمد لله رب العالمين، يشوف الكلمه بيقول لك فرق شاسع، فرق شاسع بعد ما عمل الحجامه. النقطه المهمه قوي قوي، يعني هو بيقول اي يعني اقدر اشيل عليه اي حاجه دلوقتي والحمد لله. النقطه المهمه جدا اللي قالها رمضان ان هو التزم فعلا بمعنى الكلمه بالخطه الطبيه العلاجيه اللي احنا قلناها. انا بقول له انت عملت كم مره حجامه؟ قال لي عملنا 3 وعملنا مره تنشيطيه وناقص لي مره تنشيطيه. حتى انا بقول له ده احنا كده خلصنا، قال لي لا انا ناقص لي كمان مره تنشيطيه. اصراره على تكمله الخطه الطبيه العلاجيه نتيجه ان هو جاب نتيجه طيبه الحمد لله رب العالمين. التزامه بالخطه الطبيه العلاجيه هو اللي جاب النتيجه الرائعه ديت، مش انا على فكره، يعني مش انا اللي عملت النتيجه دي، لان النتيجه دي هي الدراسات والابحاث اللي قالت لي ان انا اعمل 1 2 10. مين هينفذ 1 2 10؟ انا ورمضان، انا والمريض بتاعي. وبالتالي طيب انا ما قصرتش، هو ما قصرش، هنصل مع بعض الى الحاله اللي احنا عايزين نوصل لها والى النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها. لان طبعا يعني زي ما بقول لحضرتك راس ماله ومش قادر يشيل ومش قادر يشتغل، التزم جاب النتيجه الطبيه اللي احنا سمعناها والنتيجه الطبيه اللي انا عايزها كطبيب واللي هو عايزها كمريض. بتختلف الحالات وبتختلف الشكوى، وقد تمتد الشكوى لسنوات وسنوات. وكتير جدا من حضراتكم بيجي يقول لي انا متعايش معاها. طيب جميل ان احنا متعايشين مع شكوى معينه، ولكن لغايه امتى؟ وهل التعايش مع هذه المشكله ممكن ان هو يتفاقم فيما بعد؟ هي دي النقطه المهمه قوي من الناحيه الطبيه. ونقطه عايز الفت نظر حضراتكم ليها، طبعا رمضان راح لاكثر من 20 دكتور، وانا متاكد بس انا ما سالتوش، يعني انا متاكد ان هو جاب اكثر من 20 منتج من المنتجات اللي بتذاع ويعلن عنها على الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا ما فيش نتيجة، ده أكيد، مش طبعا ده أكيد ما فيش نتيجة، ولكن دايما بيستغله حد غلبان زي رمضان كده. أسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية للجميع، ويبتدي إن هو يعني أنا مش قادر أشتغل ومش قادر أشيل، فلا خليني أجيب الكورس ده ب 300-400 جنيه مش مشكلة بس يخففني. يجيب وما فيش نتيجة. ده انا شفت الناس بيحلفوا ان هو جاب نتيجه، يبقى اكيد انا اللي غلط. يعني شوف يوصلك من الاقتناع بال يعني اقول ايه بالكذب الى هذه الدرجه ان انت تكذب نفسك، لا ده انا السبب، اكيد انا اللي غلط، اكيد انا اللي غلط. لان هما بيستخدموا اسلوب التدليس والغش بصوره على اكمل وجه. هو خلاص يعني أنا لن أراعي ضميري ولن أراعي ديني وربي، فخلاص خلصت مش هتفرق بقى. حتى لو أنا شيخ ولي ناسي وجماهيري وامسك أعمل إعلان عن كريم عظام أو عن منتج للجهاز الهضمي أو إزاي يعقل؟ إزاي يعقل؟ لماذا هذا التدني؟ لا أدري بصراحة. فطبعا رمضان برضو اشترك كريمات اللي حضراتكم بتسمعوا عنها واللي بتشوفوها، والإعلانات لسه هتغرق الشاشات أكتر، لأن احنا داخلين زي ما بقولك على الشتاء وأمراض العظام هتكثر. بتختلف الحالة من حالة إلى أخرى، وممكن تختلف المدة الزمنية من حالة إلى أخرى. ورمضان راح لعشرين دكتور، ممكن حالة تروح لأكتر أو أقل، ولكن الحل مش موجود في الويستر ميديسن أو النتيجة مسكنات فقط بهدلت المعدة وعملت أثار جانبية كتيرة جدا. هنسمع مداخلة كده مع بعض وشوف الحالة كده، هتلاقي كتير جدا يقولك أنا عندي نفس الكلام ده. خليني أشوف المداخلة دي من حلقة سابقة ونرجع نحللها تاني من الناحية الطبية. تفضل يا أمي سامعك. أيوة إن شاء الله. أنا عملت حجامة 3 مرة. وكنت عندك امبارح إن شاء الله بإذن الله. الحاجة حياة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طب يا حاجة حياة، عايزين عملت حجامة بس كان بعد إيه بقى؟ بعد بقالي 27 سنة بلف على الدكاترة. بإيه بقى يا أمي 27 سنة بلف على الدكاترة بإيه؟ عظم جتتي كله بيوجعني بس هو أهملش، عارف ظهري وعظم جتتي وركبي. بقف ما أقدرش أمشي. أنا عندي 62 سنة، مسكت عصاية ومشيت عليها. مش ومش قادرة أصلي وأنا قاعدة على الأرض. تمام. مانيش قادرة. وبعدين ابني وجوز بنتي شافوا حضرتك على التلفزيون فقالوا لي هنوديك للدكتور اسامه. تمام.
قلت لهم انا هروح للدكتور اسامه، هو انا هعرف اتكلم معاه؟ ده ضيف في مصر مش هعرف اتكلم معاه. قالوا طب بس تعالوا، قعدوا يضحكوا، قالوا طب بس تعالى هنوديك للدكتور اسامه. فما جابونا عند حضرتك ما شاء الله ولا قوه الا بالله، لقيتك احسن من التلفزيون كمان. ربنا يحفظك يا رب، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. الابتسامه بتاعك الحلوه وشكلك الحلو، ربنا يعزك يا عمري. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا حاجه وينفع حياتي. بك المسلمين كلهم يا رب اللهم العالمين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. لقيتك ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا ما شاء الله عليك. ساعه ما شفتك كده وخشيت عليك متهيألي ان انا خفيت الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا امي، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وبعدين ان شاء الله باذن الله وريت لك الاشاعات، فانت شفت الاشاعات وقلت له طيب اطلعي، طلعت وكشفت عليا، كتبت لي العلاج، قلت لها اعمل لك حجام. تمام. عملت اول شهر حسيت ان انا ارتحت شويه. ثاني شهر ما شاء الله ولا قوه الا بالله. طالت شهر اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اوقت واتام وصلي واقعد واخش المطبخ، ما كنتش بقدر اعمل اي حاجه تاكل. الحمد لله الحمد لله. العيال صاحبي بيجيبوا لي الاكل لحد. اخش اطبخ دلوقتي في المطبخ، اعمل كل حاجه دلوقتي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يديك الصحه يا رب. كل حاجه دلوقتي. تمام تمام. وبدعي لك ربنا ينجيك وافلك الطيب وافلك ولاد الحلال. اللهم امين. ربنا بيحبه وبيحدث فيه الخلق. ونعم بالله ونعم بالله. يحدث فيك الارض اللي انت بتمشي عليها يا رب العالمين. الله يبارك في عمرك يا امي، الله يبارك في عمرك. انا متشكر لحضرتك جدا. احنا بندعي لك ومفيش حاجه يعني اكتر من الدعاء ان انا اقولها لك كمان والله. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا يبارك في عمرك يا امي. مش حاجه خالص دلوقتي ما شاء الله 27 سنه. وانا لفيت دكاتره في الدنيا كلها. والحمد لله والشكر لله. الحمد لله يا حاجة حيات، ربنا عز وجل سخرنا ليكي يا امي، الحمد لله ربنا سخرنا ليكي وجعلنا سبب يا رب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الطبي الاسبوعي ناقص واحد، والحجامه وامراض العظام والحاجه حيات. الحاجه حيات بتعكسني حبيبه قلبي ديت، اسال سبحانه وتعالى ان يعطيها الصحه والعافيه. بالله عليكم التلقائيه والطيبه دي اللي احنا سامعينها من المداخله الجميله اللي بتقول ده بيطلع في التلفزيون مش عارف اتكلم معاه. يعني هذه التلقائيه وهذه الطيبه هل يعقل او من الممكن ان يكون مدفع لها فلوس عشان تقول مداخله زي دي؟ هل من الممكن ان هي تكون مثلا يا سيدي عمتي او خالتي او ايا كان من قرايبي بالتلقائيه والطيبه الجميله ديت والطريقه الرائعه دي ممكن يكون مدفع لها فلوس؟ ما اعتقدش، لا اعتقد ذلك. يعني لو هدفع فلوس هدفع لحد لبق جدا، مع احترامي طبعا للحاج حياته وعلى راسي من فوق، ويعرف يتكلم كويس جدا ويعرف يقول ميديكال تيرمز بعض الالفاظ الطبيه، خلاص بقى بدل ادفع فلوس يبقى ادفع فلوس صح، بدل يعني هغش وهدلس يبقى ادفع فلوس صح زي ما بيعملوا الجماعه تجار البشر. اما الحاج حياه 62 سنه ربنا يديها الصحه وطول العمر يا رب، 27 سنه يعني تقريبا نص عمرها بتلف على الدكاتره. متخيل 27 سنة بتلف على الدكاترة، عظم جتتها كله بيوجعها على حد قولها، ظهرها ورجليها ما بتقدرش تقف، بتصلي وهي قاعدة ومش قادرة ان هي تمشي ومش قادرة ان هي تتحرك. بتقول لفيت على دكاترة الدنيا كلها، هل هختلف انا عن دكاترة الدنيا كلها؟ هختلف فقط في تناول الحالة المرضية وليس علوا وليس لا خالص، تناول فقط الحالة المرضية عن زملائي الأفاضل، هيكون تشخيصي ليها غير، هيكون تعاملي معها غير، هيكون القطة الطبية العلاجية بتاعتي غير الدكاترة اللي شافوها اللي هي لفت على دكاترة الدنيا كلها. لا أقلل من شأنهم خالص أبدا ولا أقارن ما بيني وبينهم، على رأسي من فوقهم أعلم مني، ولكن بتختلف النظرة الطبية من طبيب إلى آخر، تختلف الخطة الطبية العلاجية من مريض إلى آخر. ثم ودي مهمة جدا جدا، التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. دي مهمة جدا على فكرة، يعني مش عايز أقول لحضرتك، هي دي المفتاح الوحيد لنجاح الطبيب، التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. أيا كانت بقى شهاداتي وأيا كانت مؤهلاتي، دي المفتاح الوحيد لعلاج الحالة، أن أنت تدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يسخرك للحالة دي، وتدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يستعملك لخير هذه الحالة. وقد كان بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت الحاجة حياة بعد 27 سنة تدخل المطبخ وتعمل حاجتها وتصلي وهي واقفة بفضل الله سبحانه وتعالى،
ويكفيني فخرا من هذه المهنة، وذكرت ذلك من قبل أن ربنا سخرني لحد أن يجعلني سبب في أن هو يسجد من, من, من تاني وتلمس رأسه الأرض سجودا لله سبحانه وتعالى. فضل من الله سبحانه وتعالى لا أستطيع إنكاره أبدا، ولا أستطيع أن أنا أقول أن أنا السبب فيه، ولكنه فضل من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أمين. 27 سنة الحاجة حياة في معاناة، بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت المعاناة تماما، ويكفيني أن هي بتقول أنا بدعي لك. والله يكفيني من الدنيا دي الكلمة ديت، أن حد بهذا الطيبة، بهذه الطيبة وهذه التلقائية، وقدرت بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علي أن أنا أسيب أثر الطيب ده أن هي بتدعي لي. الحمد لله رب العالمين. تعبيرها جميل جدا جدا، وأنا ذكرت ذلك من قبل، وأن هي بتقول لي أول شهر ارتحت شوية، تاني شهر بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، تالت شهر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، وقد ذكرتها من قبل، تعبير يعجز عنه أي عالم في اللغة العربية بمعنى الكلمة. يعني أنا لو قلت لك تعالى كده قول لي تعبير لغوي تشكرني بيه، أو تقول لي إحساسك إيه اللي حصل في الثلاث شهور اللي احنا عملنا فيهم حجام، لن أبدا تكفي مفردات اللغة اللي قالته الحاجة حياة. أول شهر ارتحت شوية، تاني شهر بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، تالت شهر اللهم صلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعبير رائع أثلك صدري بصراحة وعجبني جدا، وأنا وعدت من قبل وإن شاء الله يعني بيجري حاليا أنا هعمل فيه بيبر أو بحث معين بالثلاثة ألفاظ اللي قالتهم الحاجة حياة إن شاء الله، لأنها فعلا فعلا يعني فخر لي كطبيب، وإن إحنا نقول أن الحجامة سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنها عدلت طبيا. علشان كده الألفاظ دي هتساعدني جدا في هذا البحث أو هذه الدراسة اللي إن شاء الله إن شاء الله أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني إليها. يعني 62 سنة و 27 سنة بتلف على الدكاترة، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في خلال 3 شهور قدرت إن هي تصلي، قدرت إن هي تمشي، قدرت إن هي تقف، تقدر تدخل المطبخ، كانوا بيجيبوا لها الأكل وهي قاعدة، لا قدرت تعيش حياتها تماما، وده أنا بسميه بصراحة عودة إلى الحياة أو عودة الحياة إلى الحاجة حياة بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس شطارة مني وليس تفوقا مني، ولكنهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الحالات برضو قد تختلف أكثر من ذلك، وقد تكون أكثر من ذلك في الشدة، وقد تصل إلى درجة أن أنا يعني أنا فقدت الأمل، أنا مش هعمل حاجة خلاص، أنا مش لاقي فيه حل، الطب عجز أمام هذه الحالة، أنا مش عايز أدخل عمليات جراحية ومش هعمل حاجة، وهتماشى وهتعايش مع الحالة اللي أنا فيها حتى لو هفضل قاعد في السرير ليل ونهار. خلينا نشوف المداخلة دي ونشوف إزاي حالات أمراض العظام، أنا واخدها تدريجي مع حضراتكم كده، بتتفاقم من بسيط قوي إلى إلى إلى. خلينا نشاهد مع بعض هذه المداخلة من حلقة سابقة، ونرجع تاني مع بعض نحللها من الناحية الطبية. تفضل يا أم كريم. والله الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. أنا كنت تعبانة جدا والله يا دكتور، كنت تعبانة جدا، بعاني من الغضروف من 7 سنين. غضروف 7 سنين. الغضروف كان عندي الغضروف في الفقرة الرابعة والخامسة. وحضرتك لما شفت الإشاعة قلت لي إن شاء الله الحجامة هتجيب معاكي كويس جدا بإذن الله. تمام. والحمد لله، يعني أنا ما كنتش أعرف حضرتك، سلفتي كانت بتتفرج على التلفزيون ودلتني على حضرتك، فرحت والحمد لله. يعني صحيح الحجامة الأولى طولت شوية في النتيجة. بس الحمد لله النتيجة في الحجامة الثانية كانت كويسة جدا جدا جدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني النتيجة يا أم كريم بعد 7 سنوات مرضية، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نتيجة كويسة جدا الحمد لله. أنا عملت الحجامة الثالثة، وحضرتك قلت لي إن شاء الله بعد 3 شهور هنعمل الحجامة التنشيطة. هي المنشطة. تمام. طبعا أنا يعني مشيت زي ما قال الكتاب، زي ما قلت لي بالظبط. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، فضل ونعمه من عند ربنا، ربنا يدومها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الله يبارك لك يا ام كريم. ام كريم 7 سنين بالغضروف، طبعا لفينا على دكاتره عظام ومخ واعصاب كتير كتير جدا، وفي منهم قال عمليه ولا حاجه؟
في دكتور اخر دكتور قال لي احنا هنمشي على العلاج لفتره يعني 30 يوم او 40 يوم. تمام. بس احنا طبعا انا مشيت على العلاج، العلاج كله مسكنات. يعني المسكنات ديت بتتعب معدتي جدا. تمام. تعبت منها لغايه طيب. ان انا فقدت الامل خلاص وبطلت العلاج وبطلت، ودكتور عدلنا على العلاج طبيعي ودكتور تاني يعني كتير والله يا دكتور. رحله كبيره يا ام كريم، لكن مع الحجامه الحمد لله رب العالمين، مع الحجامه والاعشاب لقينا نتيجه سريعه. ايوه الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. والله بدعي لك يا دكتور، والله ربنا يحفظك ويعزك ويجازيك عني خير يا رب. أهلا وسهلا بحضراتكم والمداخلة الكريمة من أم كريم غضروف قطني، بقاله 7 سنين في الرابعة والخامسة. أم كريم في آخر المداخلة بتقول كلمة فقدت الأمل تماما، وده اللي أنا قصدي عليه. هل من الممكن أن أنا أصل من المرض أن أنا فقدت الأمل تماما؟ دي النقطة اللي أنا بقولها لحضراتكم. لا، ما نفقدش الأمل، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وما أنزل الله سبحانه وتعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا نفقد الأمل أبدا أبدا. أنا يعني لو قدر لي الواحد يعمل برنامج عن معجزات الطب، قسما بالله شيء لا يصدقه عقل، بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة، حاجات بتحطم المستحيل، واللي احنا بنقول عليه في الطب عندنا يعني هوبليس كيس، او حاله مفقود فيها الامل تماما، نجد ان رحمه الله سبحانه وتعالى غير الكلام ده تماما. فلا نفقد الامل، ولكن نسعى وناخد بالاسباب، ونفتكر الكلمه المهمه جدا للرسول الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله، دي نقطه مهمه جدا جدا، وناخد بالاسباب، هتجد النتيجه اللي حضرتك بتسمعها. ام كريم 7 سنين لفت على دكاتره كتير جدا مخ واعصاب، وايضا للمره الثانيه ليس تقليلا من الزملاء الافاضل، ولكن نظرتي للحاله من ناحيه الطب البديل غير النظره الطبيه للويستر ميديسن او للطب الغربي. هي نفسها بتقول يعني كل علاج مسكنات لغايه ما تعب المعده تماما وتعبت جدا وفقدت الامل. لا، احنا بننظر نظره ثانيه خالص. وفي نقطة مهمة بقى جدا نتناولها كده مع أم كريم، غير الحاجة حياة، التوصيف الرائع بتاع الحاجة حياة، لأ، أم كريم بقى في الجلسة الأولى يعني هي بتقول الحجامة الأولى طولت شوية في النتيجة. لأ، هي قصدها إن ما جابتش نتيجة، هي قصدها إن ما جابتش نتيجة. ده ممكن يحدث كثيرا جدا، وقد يحدث أن يزداد الألم بعد الجلسة الأولى، ودي غريبة شوية إن أنا أقولها، لأ لازم أقولها لأنها أمانة في عنقي ولازم تعرفها حضرتك. هل عندما يزداد الألم مع الجلسة الأولى من الحجامة معنى كده أن احنا غلط؟ معنى كده أن أنا شخصت غلط؟ معنى كده أن أنا اشتغلت غلط؟ لا خالص، بالعكس طبيا ده معنى كده من الناحية الطبية في الطب البديل، لأن أنا اشتغلت صح، وأن أنا نشطت الدورة الدموية في العصب ده، ابتدى العصب يزداد إحساسا، فابتدت حضرتك تحس بالألم أكتر من الأول. وده اللي حصل مع السيدة الفاضلة أم كريم. في الحجامة الثانية النتيجة كانت كويسة جدا جدا جدا، قالت 4 جدا تقريبا، متخيل؟ لو بقى زي ما انا بقول لحضرتك، انت ما نفذتش الخطة الطبية العلاجية، وهي شافت النتيجة ان ما فيش نتيجة في الجلسة الأولى، مش هكمل. تمام؟ لا، هي كملت وكانت النتيجة رائعة جدا جدا زي ما سمعنا. وهي بتقول كلمة مهمة قوي، ودي اللي انا دايما بأوصي بيها حضراتكم، مشيت زي ما حضرتك قلت، تمام، نفذنا الخطة الطبية العلاجية، وكانت النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى اللي احنا سمعناها مع بعض، والمشكلة اللي بقى لها 7 سنين ولفت على دكاترة مخ واعصاب وعظام كتير جدا، وانتهت المشكلة تماما. طيب نسمع يعني مداخلة أخيرة كده مع بعض، قد يختلف الوضع عن الثلاث مداخلات السابقة، قد تفشل الحجامة وقد يفشل الطب البديل في التعامل معها، وأنا لن أخجل على فكرة أن أنا أجيب مداخلة إن كانت فشلت، وهتناقش مع صاحبها وهنعرف إيه سبب الفشل. خلينا نشوف المداخلة دي ونرجع مع بعض تاني، نشوف هي كانت مع في صف الثلاث حالات السابقة أم شذ عنهم. خلينا نشوف المداخلة دي ونرجع نحللها تاني من الناحية الطبية. معاكي على الهواء يا حاجة نفيسة. الله وبركاته يا دكتور. أهلا بيك، إزيك؟ الله يسلمك يا دكتور. أخبارك إيه؟ طمنينا عليك. والله الحمد لله، والله الحمد لله، لا يبارك لك والله. ربنا يحفظك يا رب. آمين يا رب.
والله رجلي كانت ورمة والحمد لله والله خفت من أول حجامة. كان عندنا إيه يا حاجة نفيسة؟ كانت رجلي ورمة وما كنتش قادرة أمشي ولا أطلع، وكانت عهبوط وكنت تعبانة خالص. تمام. ورحت للدكتور بره وكان هيتعبني الكلى، والكلى ما عنديش غير كلية واحدة، والعلاج بتاع بره ده كان تعبني قوي. تمام. بس الحمد لله والله على العلاج بتاعك والحجامة الحمد لله، الله يبارك لك. ربنا يحفظك يا رب، يعني الحمد لله بقينا نتحرك ونروح ونيجي. اه والله لا الحمد لله دلوقتي ده انا جيت 100 100 والله. الحمد لله. من اول شهر والله، من اول شهر الحمد لله. الحمد لله يا حاجه، يعني الالم راح والحركه بتاعتنا بقت كويسه. ايوه الحمد لله والله الالم راح، الله يبارك لك يا دكتور والله. ربنا يحفظك يا رب، والحمد لله الكلى زي الفل، ما حصلناش اي اعراض. والله الكلى خفت والله الحمد لله، الحمد لله هي واحده الحمد لله. والورم اللي في الرجلين راح يا امي؟ لا رجلي بقت دي زي دي، بقى الاثنين زي بعض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما كنتش بقدر اسجد والله، ما كنت بقدر اسجد. الحمد لله، ادعي لنا بقى في سجودك يا حاج، افتكرينا كده في السجود. الحمد لله بصلي واسجد وداخل. الحمد لله يا امي، ربنا يتقبل منك يا رب. الله يبارك لك يا دكتور والله. الله يخليك يا حاج، انا متشكر لحضرتك جدا، جزاك الله خيرا. الله يبارك لك يا دكتور. شكرا يا امي، جزاك الله خيرا يا ستي، على الاتصال. اهلا وسهلا بحضراتكم. والحاجه نفيسه حاله خاصه جدا على فكره، من الحالات المرضيه لازم انظر اليها نظره طبيه سليمه، لان عندها كليه واحده. فالعلاج في هذه الحاله لابد ان يكون امام عيني هذا المحظور من الناحيه الطبيه، ان انا بتعامل مع كلى واحده. وبالتالي كانت الحاجه نفيسه كانت رجليها ورمه، ما كانتش بتقدر تمشي ولا تطلع، وكان عندها هبوط وتعبانه خالص وما كانتش بتقدر تسجد، وراحت لدكتور بره كان هيبوظ لها الكلى على حد رايها. طبعا هو لا يقصد ان هو يبوظ الكلى، ولكن زي ما بقول لحضرتك قد تختلف النظره الطبيه في الطب البديل عن الطب الغربي او الويسترن ميديسن، وبالتالي بنجد ان انا بتعامل مع الحاله بحذر شديد جدا، لان في كلى واحده، اي مسكنات هتتعب الكلى بمعنى الكلمه، وقد تفاقم الحاله من الناحيه الطبيه، وده طبعا مش سليم ابدا، لا ده اسلم لها ان هي بقى ما تقدرش تطلع ولا تمشي ولا تنزل والكلى تفضل سليمه. ولكن عندما اتعامل مع طب يستخدم اليات الجسم نفسه، هي دي نقطه مهمه جدا، وان انا ما اخدش المريض بالشكوى بتاعته فقط، ولكن باخد المريض من اوله الى اخره من الناحيه الطبيه، يبقى لازم اصلح الكلى حتى لو كلى واحده، لازم ان هي تكون في ذهني وامامي في الخطه الطبيه العلاجيه بتاعتي، واشتغل على الكلى واشتغل ايضا على العظام اللي هي الشكوى الرئيسيه للمريض بتاعي. الحمد لله رب العالمين قدرنا بالحجامه، وهي بتقول من اول شهر اتحسنت جدا والورم راح ورجليها الاثنين بقوا زي بعض، وقدرت الحمد لله كانت ما تقدرش تسجد بقت تقدر تسجد وتصلي، وده فضل الله سبحانه وتعالى عليا قبل ما يكون عليها. قدرنا ان احنا الكلى نظبطها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهيجي سؤال يتبادر الى اذهان حضراتكم، طب انت يعني بتعالج عظام ولا بتعالج كلى ولا بتعالج نساء ولاده ولا بتعالج اطفال ولا؟ كذا مره اقول لحضراتكم ان الطب البديل او الويسترن ميديسن الالترناتيف ميديسن غير الويسترن ميديسن، احنا بنتعامل مع الحاله من اولها الى اخرها بكل ما تحمل من شكوى طبيه. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك مش هينفع ان انا اغمض عيني عن الكلى. هل الكلى ليها حل في الطب البديل؟ طبعا ليها حل، وما كانش ليها حل كنا نجد ان في مشكله مع الحاجه نفيسه. وبالتالي لابد ان اعي تمام الوعي ان النظره الطبيه بتختلف، والتعامل الطبي بيختلف، والخطه الطبيه العلاجيه بتختلف من الالترناتيف ميديسين عن الطب البديل. انا بتكلم عن الحجامه، ما هي اليه من اليات الطب البديل، وبالتالي بتكون يعني تمثيلا او نائبا عن الطب البديل اللي هي الحجامه، وهي اليه من اليات الطب البديل، وليست هي فقط، ولكن هناك اعشاب طبيه كثيره بنستخدمها، وخاصه عند مريض الكلى اللي احنا سمعنا الحاجه نفيسه وهي بتتحدث عنها. الحجامه وامراض العظام موضوع طويل جدا، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية ما نقدرش ان احنا نوجزه في حلقة او اتنين، ولكن هنحاول ان شاء الله، الله مستعان. ولكن الغرض من هذا العنوان
تناول أمراض العظام، لأن احنا في بداية الشتاء بتكثر أمراض العظام وبتشتد على من يعاني. أسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا جميعا. وبنجد أن تجار البشر ينتهزون هذه الفرصة ويبتدوا يغرقوا الشاشات بالكريمات والمراهم والكورسات إلى آخره، وكل ده بعيد عن الطب تماما. أذكركم للمرة الألف، ما تسيبش نفسك فريسة لتجار البشر، ما تسمعش كلامهم، لا تنخدع بالتدليس والغش اللي هم بيعملوه، ولا تتخيل أن كلمة منتج مرخص يبقى ده كده خلاص تمام خالص. كل الكلام ده بعيد تماما عن الطب، حتى وان كان المنتج مرخص، حتى وان كان المنتج مرخص، ان كتير جدا جدا بياخدوا كريمات عظام او كريمات مساج ويبتدي يعلن عنه ويقول ان هو مرخص. هو مرخص على ان هو كريم مساج، او مرخص على ان هو مسكن، او مرخص على ان هو مرطب الى اخره، ايا كان الترخيص، ولكن هو يستخدم الغش والتدليس على حضرتك ليتاجر بصحة حضرتك وبألم حضرتك. احذر جدا من أي إعلانات هتشوفها على الشاشات، إن كانت بعيدة عن الطب لابد أن يكون المتحدث طبيب متخصص بمعنى الكلمة. وأوعى تنخدع أن يقول لك أنا طبيب وهو مش طبيب، لأن ده بيحصل كتير جدا جدا جدا. أعتقد أن احنا بقينا أذكى من كده الحمد لله، وقدرنا أن احنا نوصل لحضرتك وعي طبي، أن تعرف أن ده طبيب متخصص في إيه وبيتكلم في إيه، وهل أصدقه أم لا. دي كانت الحلقة الأولى من أمراض الحجامة وأمراض العظام. شفنا الحالات اللي احنا شفناها مع بعض وإزاي تدرجت من قليل إلى كثير إلى 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 آخره، وشفنا إزاي أن الحجامة بتجيب نتيجة رائعة جدا، أو الطب البديل بيجيب نتيجة رائعة جدا في أمراض العظام، شريطة أن نلتزم بالخطة الطبية العلاجية. وشرحت لحضرتك إزاي نلتزم بيها نجد النتيجة الرائعة اللي احنا بنسمعها مع بعض. ما زال في هذا العنوان الحجامة وأمراض العظام حلقات أخرى إن كان في العمر بقية. سعدت جدا بلقائي مع حضراتكم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.